اليوم الوطني للسجين هي محطة سنوية يتم فيها الاحتفال بالمجهودات التي تم بذلها من طرف المندوبية العامة على مختلف الأصعدة التي تندرج في إطار مهامها، وعلى على المستوى حفظ النظام والأمن أو على المستوى التأهيلي أو على المستوى اللوجستيك أو على المستوى الموارد البشرية إلى آخره من المجالات التي تهم تدبير الاعتقال. هو كذلك يوم يتم فيه تتويج السجناء المتميزين في مختلف المجالات التأهيلية، المجالات الثقافية، الدينية، وكذلك التربوية والتكوينية والرياضية إلى آخره. الموضوع الذي اختير لهذا الدورة من اليوم الوطني للسجين هو زلزال الحوز وفي أعين السجناء تضامن وإدماج. هو مناسبة لهؤلاء النزلاء للتعبير عن تضامنهم مع الأسر المتضررة من خلال عدة أشكال تضامنية، من لوحات تشكيلية، من كتابات، من قصائد زجلية، قصائد غنائية، وهذا سوف يتم إن شاء الله عرضه خلال هذا اللقاء اليوم الوطني للسجين. هذا اليوم كذلك هو فرصة لهؤلاء النزلاء للقاء مع المجتمع من خلال لأن تم إخراجهم إلى المسرح الوطني، وهناك مجموعة من الناس الذين سيحضرون لهذا اللقاء، وذلك يندرج أيضا في إطار مجهودات المبذولة من أجل القضاء على الصورة النمطية والوسم الذي تعاني منها شريحات هذا المجتمع التي هي فئة النزلاء وكذلك السجون على بصفة عامة. اليوم المؤسسة إلى جانب المندوبية الفاعل الأساسي وصاحب الاختصاص الأصلي نحيي اليوم الوطني للسجين، هذا اليوم الذي يجعل نزيل الفضاء السجني مرتبط بما يقع داخل المجتمع، يبقى موصولا بقيمه بأفكاره، منخرطا في التضامن، معبئا عن إحساسه تجاه الجماعة. العقوبة هي تطال الحرية ولا تمس بباقي الحقوق الأخرى التي من حقه أن يكون فاعلا اجتماعيا، ومن حقه أن يتطلع إلى فجر جميل يقع خلف الأسوار ومن خلال هذه البرامج الإدماجية. اليوم نجتمع لنستمع إليه، إلى آرائه، إلى إبداعاته التي لم تمنعه منها هذه الأسوار ولم تمنعه منها الحقوق العقوبة باعتبار الحقوق الأصيلة اللصيقة به، والتي تحرص المندوبية وشركائها تتقدم المؤسسة على أن ينعم بها كباقي أبناء هذا الوطن.